قصفت ميليشيات الحوثي وصالح بشكل عنيف عددا من الأحياء السكنية في مدينة تعز. وأفاد مراسل قناة سهيل بأن المدينة تعرضت اليوم لقصف شديد بقذائف الدبابات المتمركزة على جبل صبر والدمغة والأمن المركزي، وردت المقاومة المرابطة على جبل جره على مصادر النيران مجبرة بعض الدبابات على تغيير مواقعها. وقصف الحوثيون الأحياء السكنية في الروضة ووادي القاضي ما تسبب في إصابة 3 مواطنين، كما قصفوا أحياء الشماسي وشارع 40 ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. قتل 5 مسلحين حوثيين وأصيب آخرون في هجوم لرجال المقاومة على مواقعهم في جبل هرمز ومنطقة الخرقاء بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. كما شنت المقاومة الشعبية هجوما مزدوجا فجر اليوم على موقع نقطة الدقيق التي تتمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح والواقع على خط صنعاء البيضاء. من جهة أخرى، تحدثت مصادر قبلية عن تحرير رجال المقاومة الشعبية مساء أمس منطقة الزوب بقيفة رداع بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين. وقصف المسلحون الحوثيون منزل علي صالح أبو سليمة أحد مشايخ المنطقة بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إصابة امرأة كانت تتواجد داخل المنزل. أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة فعالية إحياء ذكرى استشهاد قائد لواء 310 مدرع العميد حميد القشيبي. الفعالية نظمها مجموعة من أبناء الجالية اليمنية في قطر بحضور عمر القشيبي نجل الشهيد. وجرى في الفعالية الحديث عن دور الشهيد القشيبي وحياته وتضحياته في سبيل الوطن والخيانة والخذلان الذي تعرض له في نهاية المطاف رغم تحذيراته من خطورة جماعة الحوثي المسلحة والتي أثبتت الأيام صدق وحقيقة ما كان يحذر منه. عام مر على رحيل عميد الشهداء وشهيد العمداء، عام كامل منذ ألقى القشيبي عصاه، غير أنه وبعد عام يبدو أن القشيبي الشهيد يحاصر القتلة أكثر مما كان القشيبي العميد. نتابع. هي ذكراه الأولى، ذكرى صموده الذي حوله عريسا في عالم الشهادة، فغطت صوره صفحات التواصل دليلا على حبه المنقوش على صفحات القلوب. إنه هو بالتأكيد حميد، حميد الاسم، حميد الفعال، وتلك عصاه، عصاه التي هش بها زمنا في وجه قطيع الخرفان المستذئبة فأدركت أنها لن تعيث في الأرض فسادا حتى تسقط عصاه. واجه القشيبي قبل عام أعداء الوطن مواجهة الرجال، وجاءه أشباه الرجال عبر مضيق الخيانة وممر شراء الولاءات، وفيما كان الرجل يقف شموخ الأبطال كانت الرصاصة تواجهه من الأمام والطعنات تأتيه من الخلف. كان القشيبي كبيرا فرفض أن ينحني لصغار النفوس، ومن على ربوة التضحية هتف بكل الوطن محذرا من مغول قادمين أقدامهم في اليمن وعقولهم في إيران، يقاتلون في عمران وعيونهم على صنعاء، يقتلون في الدار ويتهيئون لمن في الجوار. كان رائدا والرائد لا يكذب أهله، غير أن نداءه ذهب أدراج الرياح، وحين ترك وحيدا لم يترك واجبه. ألقى القشيبي بكل العروض تحت قدميه شامخا برأسه فوق النجوم التي زينت كتفيه، رافضا ولوج جحيم الخيانة، عاقدا العزم على أن يطأ بعرجته في الجنة. آتت الخيانة حنظلها ووصل الثعالب إلى عرين الأسد الجريح، ولم يقنعهم خوفهم منه أن عشرات الرصاصات يمكن أن تقضي عليه، فأفرغوا في جسده المنهك كل حقدهم. وفيما هم يحتفلون بنصرهم تبادلوا تهنئة الختام، فقد انهار السد. رحل القشيبي قبل عام، ومع كل لحظة مرت منذ استشهاده زادت قناعة الجميع بصوابية موقفه وخطأ وخطيئة من خذلوه. رحل القشيبي فانتعش قاتلوه وتمددوا، غير أنهم ما لبثوا أن اكتشفوا أنه مغتال القشيبي جسدا، فانتشر فكرة ومبدأ. وعلى مدخل كل قرية وحارة
وفي عمق كل مدينة ومحافظة ما زالت الميليشيا تجد أمامها 1000 قشيبي وقشيبي، وجميعهم يقسمون في رمضان قسم القشيبي الأول أن يصوموا عن الذلة ليفطروا بالنصر أو الشهادة. استهدفت المقاومة الشعبية في إقليم يازال مساء أمس بالقنابل اليدوية مقرا لميليشيات الحوثي وصالح في شارع المنزل بمدينة ذمر. ووسعت المقاومة في إقليم يازال من عملياتها مؤخرا مستهدفة مقرات ومواقع ونقاط لميليشيات الحوثي وصالح. نتابع. منذ إعلانها جاهزيتها الكاملة في 11 من يونيو الجاري، نفذت مقاومة أزال 45 عملية في غضون 15 يوما توزعت بين ذمار وصنعاء على النحو التالي: 23 عملية نفذتها المقاومة بمحافظة ذمار، منها 14 عملية في مدينة ذمار، وخمس عمليات بمديرية جبل الشرق، وأربع عمليات أخرى بمنطقة جهران القريبة من مدينة معبر. وقامت بتنفيذ 22 عملية بمحافظة صنعاء، فنالت مديرية همدان 6 عمليات ومثلها الحيمة الداخلية، ومديرية بني مطر 5 عمليات، ومديرية أرحب 3 عمليات، ونفذت المقاومة عملية واحدة في مديرية مناخة. أسفرت هذه العمليات بمجملها في المحافظتين عن مقتل قياديين حوثيين و34 آخرين من عناصرهما، وإصابة 90 حوثيا بجروح مختلفة، وتدمير 15 طقما عسكريا. استهدفت ميليشيات الحوثي وصالح بقذائف الكاتيوشا ميناء الزيت التابع لمصفات عدن في منطقة البريقة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وتصاعد للدخان بكثافة، ونتج عن ذلك حدوث حالات اختناق بين الأهالي الساكنين بالقرب من المنطقة. وطلب وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات نايف البكري جميع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ عدن من مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحقهم ميليشيات الحوثي وصالح. نشر مجموعة من الناشطين الحقوقيين بمحافظة الضالع إحصاءات جديدة توثق جرائم ميليشيات الحوثي وصالح في محافظة الضالع منذ بدء عدوانها على المحافظة. نتابع. رصدت منظمات حقوقية الخسائر والأضرار التي تعرضت لها محافظة الضالع جنوب اليمن خلال 90 يوما من بدء هجوم الحوثيين على المحافظة. وقد أفادت التقارير الصادرة عن المنظمات عن سقوط 168 شهيدا وأكثر من 410 جريحا وتدمير 150 بناية خاصة وعامة تدميرا شاملا، وعن إحراق 5 منازل و20 محلا تجاريا، فيما تعرض 544 منزلا بأضرار بالغة وتشرد نحو 7500 أسرة. وزع في مديرية دمت بمحافظة الضالع أكثر من 150 سلة غذائية على الأسر النازحة والفقيرة ضمن مشروع إفطار الصائم، والذي ينفذ بالمديرية للمرة الرابعة على التوالي بدعم من مؤسسة الخاطر القطرية. من الشباب الخيرين في قطر من مجلس حمد الخاطر، وهذه وحدة غذائية تتكون من كيس دقيق وطابونة وقطمه رز وسكر ودبة زيت، وهذا المشروع للسنة الرابعة. جزاهم الله خير عن هذه الأعمال الخيرة، ونتمنى أن تستمر، ونتمنى أن تضاعف الكمية خصوصا هذا السنة حيث الوضع سيء للغاية لدينا، وفي الأخير نشكرهم على هذا الجهد. تسببت ممارسات الميليشيات الحوثي على الأرض من حروب واجتياحات للمدن في إغراق البلد في الفوضى، وأصبح المواطن يعيش وضعا صعبا بسبب تردي الخدمات وارتفاع الأسعار. نتابع. يحل شهر رمضان هذا العام، وأزمة الحرب الهوجاء التي تقودها الميليشيات الحوثية مستمرة على الشعب اليمني، ويعيش الناس رمضان هذا العام بأسعار مرتفعة للمواد الغذائية والتي أثرت على قدرة المواطنين الشرائية، حيث ذكر تقرير للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 80% منذ بداية الحرب الحوثية. السنة هذه بالذات ارتفاع هاي لا أبعد حد، والدخل دخل الشخص دخل يعني هابط لا مستوى الحدود، لا أقدر أشتري سمبوسة، لا أقدر أشتري الطعمية، لا أقدر يفطر أولاده وسع الناس. يعني العام هذا دخلنا في مستوى وفي يعني مستنقع نهائيا. إحنا شعب فقير يعني ناشئا على حياتنا في هذا الدنيا، والله ينتقم المجرمين الظلمة والكفرة والمدين والذي بيقلون على الناس، إن هذا الغلاء المعيشي هذا الظلم على الشعب اليمني أجمعين. هذا نحن نرفض الغلاء المعيشي هذا،
ونحتج على الغلاء المعيشي. ماشيين مع التيار حق الارتفاع الاسعار اللي ضيع منظومات الامن الغذائي لدى اليمنيين ولدى مؤسسات الدوله بشكل عام. الاسعار حق رمضان وذا كلش ارتفعت، مكرونة من شربة من حلب يعني من كل حاجة. وجرت العادة أن تقوم الأسرة قبل حلول شهر رمضان بالتبضع استعدادا لهذا الشهر الفضيل، لكن ارتفاع الأسعار أجبر الكثير من الأسر على تغيير عاداتها والاكتفاء بالحد الأدنى من النفقات. أشياء كماليات، في معظمية الأشياء اعتبرناها من الكماليات واستغنينا عنها، أو أصحاب الدخل المحدود فقلت ندرت الوجبات حتى أنهم استغنوا عن وجبات كثيرة. اللحمة هذه لم يعدوا يشوفوها ويحلموا بها. رمضان كان بالنسبة لنا مثل أجمل من أيام العيد، بالذات في اليمن، لأننا في اليمن تحتوي المائدة على العديد من الأطباق. أما في الوضع الحالي فنحن نعاني من قلة المال بسبب التسريح من القطاع الخاص، وإذا وجد أحد من العائلة يعولنا في الحكومة فنحن نحاول أن نصرف على الماء، الغاز، الكهرباء، لأن كل الأشياء تباع في السوق السوداء. ومنذ 3 أشهر بات ملايين اليمنيين يعتمدون في معيشتهم على المعونات المقدمة من المنظمات الدولية في ظل نزوح مئات الآلاف من بيوتهم بسبب الحرب. وأظهر تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أن نحو 12 مليون نسمة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى دعم عاجل لغرض إنقاذ الحياة والمساعدة في حماية سبل العيش.